أعرب مجلس الشورى عن شكره وتقديره للفرق الطبية والتمريضية العاملة في مختلف ميادين العمل وما يبذلونه من جهود إنسانية نبيلة في حفظ صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض المملكة. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 من شهر أبريل والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار دعم التمريض والقبالة، أعرب المجلس في بيان اليوم عن وافر الاعتزاز والفخر بما تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية من إسهامات جبارة بكل تفان وإخلاص ضمن الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، حيث حظيت مملكة البحرين إشادة دولية واسعة في كيفية تعاملها مع هذه الجائحة. وأكد مجلس الشورى على ما يحظى به قطاع الصحة في مملكة البحرين من أولوية ودعم مستمر من جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد، بما جعل نظم الخدمات والرعاية الصحية في مملكة البحرين بالمستوى المتطور الذي يفخر بها كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين، وبما ينسجم بل وينافس أفضل الأسس والمعايير الدولية في هذا المجال.